كتاب جديد من كتب الصحيح نعيش في هذه الأمسية بمشيئة الله مع كتاب المساقاة وطبعا هناك اختلاف نسخ في صحيح البخاري، فمنهم من يجعله مع الكتاب السابق كتاب المزارعة، ومنهم من يجعله مستقلا، والثمرة واحدة أنه سوف يكون الموضوع في المساقاة. فبداية ما معنى المساقاة؟ طبعا قال الشيخ ابن عثيمين مأخوذة من السقي إلى أن قال يعني صب الماء على الأرض لتشربه، وبالتالي قد يكون من نفس الشخص صاحب الأرض، وقد يكون من شخص آخر بالأجرة، وقد يكون من شخص ثالث هو يتولى سقاية الأرض على نفقته ومقابل أن يأخذ شيئا من الثمر، وبالتالي الصورة الثالثة تلتقي مع المزارعة والمخابرة. إذن كم صورة من صور المساقاة عندنا؟ من يذكر لي الصور الثلاثة؟ ما هو ما بصيرش قاعدين تفرجوا علي هيك وتركز معي. نعم، طب بداية نعيد، نرجع للبداية. ما معنى المساقاة؟ تفضل. صب الماء على الأرض بالسقي، وهو دفع أرض وشجر لما يقوم عليه بجزء مشاع معلوم الثمر. ما معنى المساقاة؟ صب الماء على الأرض بالسقي. نعم، مأخوذة من السقي وهو صب الماء على الأرض لتشربه، هذا يسمى المساقاة. وبالتالي التعامل مع الأرض له صور ثلاثة. واحد قد يكون من نفس الشخص صاحب الأرض. نعم، قد يكون هذا الصب من الماء من صاحب الأرض فيجعل الماء في أرضه فيسقيها، إما عن طريق الطرق القديمة أو الطرق الحديثة، المهم أنه يسقي أرضه. اثنين أول شخص ثاني مقابل أجره. نعم، أن يوكل صاحب الأرض شخصا آخر بالأجرة فيعطيه الأجرة، وبناء على ذلك يسقي أرض هذا المالك. ثلاث تفضل. نعم، أن يكون شخص آخر يقوم بنفسه، وهو يأتي بالماء ويدفع تكاليف الماء ليسقي الأرض، وبناء على هذه السقية يكون هناك نبت وثمرة فيكون له نصيب من هذه الأرض، من ثمر هذه الأرض، وهذا أشبه ما يكون أصبح بالمزارعة والمخابرة. إذن من يعيد الصور الثلاثة؟ ما هو مش معقول، يعني لو بدنا نعيد 10 مرات بعض الناس بدك تكون معاي. خلص ننتقل للبعدي، بدو أذن العشاء قرب. نعم، فإذا هذا معنى المساقاة. ننتقل إلى